في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان، وهو شهر مبارك بين رجب وبين رمضان، واغتنامه من حقنا يعني باش ما نقولوش من واجبنا. كيفاش نغتنموا هذا الشهر شعبان؟ اولا نحيوه ونقراو فيه القران، كان يقولوا بلي شعبان هو شهر القراء، ولكن ايضا وحنا في انتظار رمضان ماذا بينا نغتنموا اننا في شعبان ننتظر رمضان، وانتظار رمضان راهو عباده. في شهر شعبان ماذا بينا نتشوق الى رمضان، والشوق الى رمضان عباده. ماذا بينا في شهر شعبان نفرح بمجيء رمضان، من دوك نوجدوا روحنا لفرحه رمضان، والفرحه بالعباده عباده. وما يصحش الانسان على جال امور بسيطه يفسد على نفسه انتظار رمضان والشوق الى رمضان وحب رمضان. معنى هذه الاشياء والفرحه به هذا شيء ينبغي ان نحرص عليه، ثم ندعي ربي عز وجل باش يبارك لنا في هذه الايام، وندعي ربي عز وجل اننا يطول اعمارنا ويحفظ انفاسنا جميعا حتى نصوم شهر رمضان بالصحه والهنا والعافيه. وهذا نطلبه لكل الجزائريين ولكل أمة المسلمة، وربي عز وجل يوصلنا على خير إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.